القيادة المركزية الأمريكية تعلن قصف مواقع وأهداف عسكرية حوثية جديدة، والحوثيون يواصلون هجماتهم البحرية ويعلنون تحقيق إصابة مباشرة بإحدى السفن الأمريكية. مصادر أمريكية ترجح أن يكون الرد الأمريكي على شكل حملة متواصلة تستمر أسابيع، وتطال الميليشيات المرتبطة في إيران العديد من البلدان. رئيس الموساد يكشف تفاصيل صفقة محتملة مع حماس أمام مجلس الحرب، وبلينكين يعود في جولة جديدة بعد الطلب من مسؤول وزارته مراجعة خيارات الاعتراف بالدولة الفلسطينية. أهلا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من قناة الحدث، معكم المبروك الصغير. أعلن الجيش الأمريكي أن سفينة حربية أمريكية أسقطت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من مناطق سيطرتهم في اليمن، إضافة إلى 3 طائرات مسيرة إيرانية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكم إن الاستهداف كان باتجاه خليج عدن، وتمكنت المدمرة USS كارني من إسقاط الصواريخ والمسيرات بنجاح وفق الجيش الأمريكي. وبالتزامن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية توجيه ضربة دفاعا عن النفس ضد طائرة مسيرة للحوثيين ومحطة تحكم أرضية، بعدما تبين أن الطائرات المسيرة ومركز التحكم بها يمثلان تهديدا وشيكا للسفن التجارية والسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. قبل ذلك كشفت وسائل إعلام حوثية أن قصفا نفذته قوات أمريكية وبريطانية استهدف منطقة الجبان بمدينة الحديدة اليمنية. وأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي استهداف سفينة تجارية أمريكية بصواريخ بحرية وإصابتها بشكل مباشر. هذا وأفادت شركة أمبريل الأمن البحري بإصابة سفينة تجارية بصاروخ أطلق من اليمن أثناء إبحارها جنوب غرب عدن، مضيفة أن السفينة أبلغت عن انفجار على متنها. الهجوم على السفينة التجارية جاء بعد ساعات فقط من استهداف الحوثيين المدمرة الأمريكية غريفلي بالصواريخ التي لم تنجح في إصابتها، ولكنها اقتربت منها بشكل كبير. وفقا لمصادر أمريكية أشارت إلى أن أحد الصواريخ التي أطلقها الحوثيون تم إسقاطها على بعد ميل واحد من المدمرة، وهو المدى الأقرب الذي يصل إليه صاروخ حوثي منذ أواخر العام الماضي، حيث كان في السابق يجري اعتراض تلك الصواريخ في نطاق 8 أميال أو أكثر. نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، استهدفت سفينة تجارية أمريكية كول كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك بعدة صواريخ بحرية مناسبة أصابتها بشكل مباشر. إن هذه العملية تأتي بعد ساعات فقط من استهداف القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية للمدمرة الأمريكية USS غريفلي بعدة صواريخ بحرية في البحر الأحمر. المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أكد أن جماعة الحوثي تستهدف السفن في البحر الأحمر بذريعة دعم فلسطين، إلى أن تلك السفن لا علاقة لها بإسرائيل. أما بالنسبة للحوثيين فيمكنهم الادعاء بأن استهداف السفن في البحر الأحمر مرتبط بغزة، لكن ثلثي السفن التي يضربونها الذي وقع في 28 يناير على منشأة الدعم اللوجستي الأمريكي المعروفة باسم البرج 22 في شمال شرق الأردن، والذي أسفر عن مقتل 3 جنود احتياطيين للجيش. وفي واشنطن دعا أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس جو بايدن إلى تعزيز الإجراءات الرامية لإنفاذ العقوبات المفروضة على إيران، وذلك في رسالة موجهة إلى الرئيس بايدن شدد الأعضاء فيها على ضرورة منع
التجارة غير المشروعة في النفط الإيراني من خلال فرض عقوبات على السفن والموانئ والمصافي التي تتعامل بالنفط الإيراني. كما أكد الأعضاء في رسالتهم على ضرورة استخدام جميع السلطات المتاحة لتطبيق هذه العقوبات بشكل استباقي، بينما يدرس الكونغرس تشريع القانون. من واشنطن ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. مرحبا بك وتعريجا على هذه الأخبار الأخيرة والمطالبات الكونغرس من بعض أعضائه. ماذا كان الخيار الضروري الأكثر لأمريكا اليوم؟ هل الاكتفاء بإسقاط قواتها البحرية لصواريخ الحوثيين من دون التمكن من إسقاط جميع الصواريخ، أم أيضا يجب الذهاب إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على النظام الإيراني؟ تحياتي لك أستاذ المبروك ولمشاهديك الكرام. يعني من الواضح أنه بالنسبة للولايات المتحدة هي تسير على أكثر من نسق، يعني هناك نسق عسكري هذا يتطلب ربما كما أوضح مسؤولون أمريكيون وخبراء عسكريون بأنه سوف يشمل مجموعة من الضربات على موجات متلاحقة ربما تستمر لأيام أو لأسابيع، غالبا ستكون في سوريا والعراق لكنها قد تمتد إلى أماكن أخرى أيضا، ربما تكون في البحر عبر استهداف قطع بحرية إيرانية، ربما ليس من المؤكد بعد هذا لكنه ليس مستبعدا. النسق الثاني هو نسق تجديد العقوبات الاقتصادية سواء من خلال يعني تجديد الضوابط التي تقوم بها الولايات المتحدة فيما يتعلق بمراقبة ومنع تصدير النفط الإيراني، لأن الإدارة الأمريكية كانت متراخية بعلمها في تجديد التقييد في هذا الأمر لأنها كانت تراهن على أن إيران ربما تحسن من سلوكها وربما يسهل ذلك بالعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي لا يبدو أنه لن يعود أبدا، والولايات المتحدة فقدت الأمل في ذلك على الإطلاق. وأيضا في إطار آخر كان هناك اليوم وأمس مساعد أو وكيل وزارة الخارجية الأمريكية وزارة الخزانة عفوا في الخزانة الأمريكية الذي كان موجودا في بغداد ولوح للعراقيين بأن الولايات المتحدة ربما تطبق عقوبات على العراق إذا لم تشدد ضوابطها على مسألة قيام البنك المركزي العراقي بتوزيع الأموال على البنوك والتي يذهب بعضها إلى الميليشيات المدعومة من إيران، وبالتالي هناك نوع من التقييد المالي والمطالبات الأمريكية بالشفافية وبتبادل المعلومات مع العراقيين. الهدف من ذلك كله هو خنق أذرع إيران في المنطقة على المستوى الاقتصادي. طبعا موضوع الحوثيين لا يعني من الواضح جدا أن هذا التصعيد الأخير الذي نراه خلال اليومين الماضيين هو إشارة وبتنسيق من إيران على أنها يعني تدفع الحوثيين إلى أنها ربما تكون جبهة أخرى مفتوحة مع الأمريكيين والبريطانيين، وهذا يعني أن الولايات المتحدة تدخل في مرحلة هي تدرك أنها يعني تحمل نذر خطر لكنها من الصعب أن تتوقف عند هذه النقطة بالنظر إلى الخسارة التي خسرتها من الضحايا الثلاثة وأكثر من 40 شخصاً أصيبوا بالإضافة إلى هذه الضربات في اليمن، هي يعني تأتي في سياق هذا الرد الأمريكي؟ لا، ما أقصده أن الحوثيين يكثفون هجماتهم الآن ويعني يحاولون أن يحدثوا نوع من القلق داخل الولايات المتحدة لأنه كما تفضلت اقتراب أحد الصواريخ على بعد ميل واحد واستخدام جريفلي يعني آخر نقطة دفاعية في المدمرة وهي عبارة عن مجموعة من الرشاشات الآلية، كان هذا هو يعني نذير خطر لأنه هذا يعني أنها كان أمامها ثواني قليلة وتصطدم بالمدمرة الأمريكية. هذا تصعيد كبير من جانب الحوثيين، وأعتقد أن الولايات المتحدة ربما تقوم من خلال عملياتها بقصف أكبر ربما للحوثيين في المرحلة المقبلة، لأنه إذا استمر الوضع على هذا النحو فهذا يعني نوع أكبر من توسيع رقعة الصراع الذي كانت الولايات المتحدة بالفعل تخشاه وتنسق بشكل كبير وتحذر إيران من أنها لا يجب أن تشجع يعني أذرعها في المنطقة
للوصول إلى هذه النقطة. نحن الآن نقترب من هذه النقطة، والكل ينبغي أن يكون حذرا في تصرفاته سواء من الجانب الأمريكي أو من الجانب الإيراني وحلفائه. هذا الصراع هل يمكن التحكم فيه دبلوماسيا على الأقل مع إيران؟ لأنه واضح أن الضربات هذه المتعددة للولايات المتحدة مع بريطانيا لا تؤتي أكلها فيما يتعلق بأمن البحر الأحمر. يعني منذ البداية الأمريكيون وأيضا البريطانيون قالوا أنهم يعلمون أنها لن توقف الضربات الحوثية، لكن الحوثيون يعني لديهم مجموعة كبيرة من يعني من الذخيرة والأسلحة، ويسهل إخفاؤها ويسهل تحريكها، وبالتالي لديهم المقدرة. يعني عمليات القصف وحدها لا تكفي، وعملية الغزو البري مستبعدة يعني غالبا، وبالتالي هم يحاولون فقط إرهاق الحوثيين وإضعاف قدراتهم ومتابعة ورصد أنشطتهم، بما يعني يؤدي في النهاية إلى عدم تعريض حركة الشحن البحري للخطر. في نفس السياق هم الولايات المتحدة وبريطانيا وكما شهدنا الآن يحاولون يعني الإسراع بعملية التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مع الإسرائيليين، حتى يمكن نزع يعني الذريعة التي يتضرع بها الحوثيون والإيرانيون وغيرهم بأنهم يفعلون ذلك. ولكن تفهم الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية أنه مفتاح هذا الصراع اليوم هو بحل قضية الحرب في غزة وإيقافها؟ لا شك هم يفهمون أن هذا جزء من العملية. طبعا هم يعلمون أن إيران قبل غزة وهم يفعلون نفس الشيء، يعني لم تكن تلك هو السبب الحقيقي لهذا تفجير هذا الصراع. كانت هناك هجمات تتم مع القوات الأمريكية في العراق وفي سوريا من خلال العامين الماضيين، وهذا معروف للجميع، وبالتالي هذا ليس بجديد. الجديد ربما الحوثيون الذين بدأوا يهاجمون حركة النقل البحري، وهذا جزء من يعني توسعة لفكرة استخدام الأذرع الإيرانية في كل مكان حتى تستطيع أن تمارس نوع من الضغط وتوسيع نفوذها في المنطقة. لا شك أن عملية غزة هي عملية مهمة في اللحظة الحالية. الأمريكيون يريدون وقفها لأسباب خارجية وأسباب داخلية، لأنه بايدن في خضم عملية انتخابية ويواجه دائما في المؤتمرات الانتخابية التي يعقدها بصيحات تقول له أوقف الحرب، وبالتالي شعبيته منهارة وهو يحتاج لوقف هذه العملية. بالإضافة إلى الهدف الاستراتيجي الأبعد للولايات المتحدة وهو إنهاء هذه الأزمة في غزة، حتى يمكن أن يعني تهدأ الأمور نوعا ما وتفكر في الاستراتيجية الأبعد وهي تحقيق سلام أشمل. شكراً. بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفي المنطقة ككل. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي، كنت معنا مباشرة من واشنطن أستاذ طارق الشامي. أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوري أن بعثة الاتحاد الأوروبي العسكرية لحماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر لن تشارك في أي ضربة عسكرية ضد الحوثيين في اليمن، مضيفا أن هدفها هو حماية السفن من الهجمات في البحر الأحمر. الهدف حماية السفن واعتراض الهجمات عليها وعدم المشاركة في أي نوع من الأعمال ضد الحوثيين، فقط منع الهجمات. إنها بالتأكيد مهمة مهمة، ونحن جميعا نشعر بالقلق إزاء حركة مرور السفن في البحر الأحمر. نشرت مجموعات محسوبة على جماعة الحوثي صورا وخرائط لكابلات الإنترنت البحرية التي تمر تحت البحر في باب المندب، وعددها 20 كابلا بحريا، وسط تحذيرات من إقدام الحوثيين على مهاجمتها. بعد استهداف السفن التجارية، كابلات الإنترنت البحرية تحت التهديد. بعد نشر مجموعات محسوبة على الحوثيين صوراً لخرائط الكابلات عبر تطبيق التليجرام مرفقاً بتعليق يقول: يبدو أن اليمن يحظى بموقع استراتيجي بحسب تقرير لموقع الخليج الدولي. نشر هذه الصور اعتبره البعض تهديداً مباشراً لخطوط الشبكة العالمية، فيما نفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة الحوثيين في وقت سابق عبر بيان وجود أي تهديد تجاه الكابلات البحرية.
وتكمن أهمية الكابلات في كونها تصل الشرق بالغرب وتنقل الإنترنت وجميع الاتصالات، إضافة إلى أنها تنقل أكثر من 95% من الاتصالات الدولية تحت الماء، فيما يمر نحو 20 كابلاً بحرياً في مضيق باب المندب. وبحسب تقرير صدر في 2010 عن البنية التحتية العالمية لاتصالات الكابلات البحرية، فإن حركة الاتصالات الإلكترونية العابرة للقارات في العالم تجرى عبر الكابلات البحرية، ومن دونها لن يكون هناك إنترنت ولا اتصال بين قارات العالم. فوق المياه إذن خط التجارة، وتحتها خط المعلومات والاتصالات، وكلها مهددة. رند الشيخ، الحدث. من القاهرة ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي اليمني عبد الستار شميري. مرحبا بك وشكرا لوجودك معنا أستاذ عبد الستار. نبدأ معك من حيث انتهى التقرير، هل بمقدور الحوثي اليوم مهاجمة كابلات الإنترنت الموجودة في البحر؟ صباح الخير، بعد التحية لك وللفضل. تفضل صباح النور، تفضل. وتحية لك وللمشاهدين الكرام. طبعا هناك سابقة منذ سنوات لمحاولة الحوثيين للذهاب إلى الكابلات البحرية، أعتقد الخبر كان منشورا. هذا يمكن، ولكن ربما لن يكون أولوية، لكن أولا لصعوبته، الذهاب إلى الكابلات البحرية يحتاج إما زوارق بحرية ذاتية الحركة، أو يحتاج هناك قوة إنزال، فالذهاب إليه أو إصابته بصاروخ كما تصاب السفن التجارية ليس أمرا سهلا، كما أن منطقة باب المندب المضيق ذاته ليس تحت سيطرة الحوثيين، هذه المنطقة هي ضمن نطاق سيطرة الشرعية المتواجدة في عدن والمتواجدة في المخا، والمضيق في حد ذاته محمي من الناحية البرية، كما أنه محمي من الناحية الثانية من دولة جيبوتي. لكن بإنزال ما باستخدام زوارق ذاتية يمكن في المستقبل أن يكون هدفا، لأن الهدف الحوثي هو عملية إرباك، عملية إحداث شوشرة، عملية اصطياد أي شيء، المهم أن يقولوا نحن هنا ونحن قادرين أن ننفذ كل ما يأتي إلينا من الحرس الثوري. وهذا بطبيعة الحال يعود إلى التراخي الدولي والتراخي الأمريكي في معالجة آثار المشكلة وعدم الذهاب إلى معالجة جذر المشكلة ذاتها وإنهاء الأمر بصورة سريعة، فهم يستفيدون من هذا التراخي والإرباك والبهتة الأمريكية في التعامل معهم. لماذا تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الكم من التراخي مع الحوثي الذي يبين اليوم هو غير آبه بأي تصعيد عسكري ضده؟ حتى إيران وهي أكبر داعميه أستاذ عبد الستار اليوم تعلن مرارا وتكرارا أنها لا تريد التصعيد، ولكن هو مستمر في تصعيده بشكل كبير هذه الأيام. لا، التصريح الإيراني لا يمكن أن نأخذه على محمل الصدق، التحليل الإيراني أو التصريح الإيراني ينبغي أخذه على محمل التقية. إيران دأبت أنها تأمر وتخطط وتمول هذه الإجراءات أو هذا الصراع أو هذه الهجمات، ليست حوثية في الأصل، هي حرس ثوري. الحوثي عليه الإعلان، عليه يعني فقط أن يقول أنا هنا، يعني من غير وعي، غير آبه، بقفزات يعني التي يذهب إليها. نستطيع القول أنك تقول أستاذ عبد الستار اليوم أن الحوثي أنا أنفذ ما يأمروني به الحرس الثوري الإيراني، ولو الأمر على حساب اليمن واليمنيين. نعم، وهو جزء من التنفيذ، يعني ألا لا يعني أذع سرا وأقول أنه من مواطنين اليمنيين شاهدوا شخصيات، شاهدوا أفراد منذ 2016، بعض الأسرى، بعض الشخصيات التي اندمجت مع الشرعية، شاهدوا أشخاص من إيرانيين ومن الضاحية، شاهدوهم في صنعاء وشاهدوهم في تعز في مدينة الصالح وشاهدوهم في مناطق مختلفة. نحن نتحدث عن عمليات يقوم بها الحرس الثوري والخبراء،
مهمة الحوثي هو المساعدة، النقل، الإخفاء لهذه الصواريخ، نعم، لكن الخبرة والذي يقوم بالإطلاق هم بالنهاية خبراء الحرس الثوري المتواجدين في اليمن. هذه عملية مكتملة إيرانية، ولذلك هذا النفي الإيراني بعدم التصعيد، هي تقول في سوريا وتقول في العراق وتقول في اليمن، تتبرأ منهم حتى لا يكون عليها تبعات دولية، لكن الكل يعلم أن هذا السلاح وهذه الخبرة وهذا العمل هو إيراني برمته. الحوثي أشبه بالمثال يعني يفرح بهذه الأشياء، يظن أنه سيكسب من ظهوره وإعلانه يعني شعبية ما هنا أو هناك، أشبه بالمثل القائل يعني هبلة وأعطوها طبلة، فهو يعني ظاهر في الأمر ويفرقع في الإعلام، لكن هو لا يدري كما قلت في سؤالك أو حتى لا يشعر بما يأتي من ضرر على اليمنيين وتبعات بسبب عدم تدفق السلع وسلاسة الإمداد. السوء يعني التصرف هذا يعكس على اليمن كدولة جزء من جغرافيتها مسكونة بجماعات إرهابية، تبعات اقتصادية، تبعات سياسية، تبعات عسكرية، عسكرة البحر الأحمر، كل هذا ليس عند الحوثي مهم، هو بالنهاية ترس في ماكينة يقوم بدور محدود، لكن أؤكد أن كل ما يدور ولكن من هذا الدور المحدود وكل ما يطلق من اليمن هذا الدور المحدود المحدود أستاذ عبد الستار يؤثر على اليمن تحديدا والعالم أجمع اليوم. من القادر على إيقاف هذه المغامرة الحوثية في البحر الأحمر؟ أقوياء المجتمع الدولي قولا واحدا القادر، يعني نرى الآن أوروبا كيف مترددة، نرى كيف أمريكا باهتة، هم الآن ماذا يعالجون، ماذا يصنعون؟ يعالجون الأعراض، يعني يحاولون حماية السفن، يترصدون مثلا إذا هناك صاروخ سيطلق يذهبون لضربه، هذه معالجة الأعراض، هذه ليست مكافحة جماعة إرهابية مثلها مثل داعش. وهذه يعني سؤالك من المسؤول؟ المجتمع الدولي القادر على حماية مصالحه، هذه المصالح ينبغي أن تحمى بطريقة حاسمة وليس بمعالجة الأعراض بل بمعالجة المشكلة. المشكلة أن هناك جماعة تسيطر على الأرض، لها إمكانيات، لديها خبراء، لديها مال، لديها سلاح، فينبغي إنهاء الجماعة. بماذا؟ بعدة إجراءات قد يطول شرحها، ولكن هناك إجراءات حقيقية إذا كان هناك متسع من الوقت نعددها من 1 إلى 2 إلى 10، هذه الإجراءات هي التي سوف تحل المشكلة ولا تحل الأعراض. طيب شكرا جزيلا لك من القاهرة الكاتب والباحث السياسي اليمني عبد الستار أشميري. فاصل قصير ونعود لنتابع هذه النشرة، ابقوا معنا. نقل الأخبار وتغطيتها يحتاج التزاماً بأخلاقيات المهنة وميثاق العمل الصحفي، فلا تقتصر هذه الأخلاقيات على ما ينبغي قوله أو تصويره، بل تكشف للناس ما هو أبعد من ذلك كي يروا عن قرب ماذا يحدث حقاً في كل تغطية إعلامية. فمبدأ التوازن هو المعيار، والمصادر الموثوقة هي المرجع. On my orders, the United States military has begun strikes. I took the opportunity to ask him that was there any plan to balkanize Afghanistan. He flatly rejected. هل كان كرزاي الحاكم الفعلي لأفغانستان؟ They said Taliban no more. They don't exist. And if they exist, we will wipe them out. وزير الداخلية الأفغاني الأسبق محمد عمر داود زاي. Saying that the successor to Mullah Omar should be a Pashtun and should be from Kandahar. هل تعلم لو سلم الملا عمر بن لادن لما كانت أمريكا اجتاحت أفغانستان؟ الذاكرة السياسية. الجزء الأول. الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
أهلا بكم من جديد. أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بالمخيم الجديد غرب نصيرات وسط قطاع غزة. كما شن الطيران الإسرائيلي غارة عنيفة قرب مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوب القطاع، فيما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي محيط جمعية الهلال الأحمر وحي الأمل في خان يونس. ومن البحر نفذت الزوارق البحرية الإسرائيلية قصفا مكثفا على ساحل مدينة رفح جنوب القطاع. بعد اكتشاف مقبرة جماعية تضم رفات أكثر من 30 جثة، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتشكيل فريق تحقيق دولي يزور قطاع غزة وإجراء فحص وتفقد لجميع المناطق. الخارجية الفلسطينية شددت على أن اكتشاف هذه المقبرة الجماعية يعكس حجم المأساة التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون والمجازر الجماعية التي ترتكب. كشفت القناة الإسرائيلية 12 أن رئيس الموساد دافيد بارني أطلع مجلس الحرب الإسرائيلي على وثيقة مبادئ صفقة محتملة جديدة لتبادل الأسرى مع حركة حماس. تشمل الصفقة إطلاق سراح 35 محتجزا إسرائيليا من النساء والجرحى وكبار السن في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل هدنة لمدة 35 يوما. القناة الإسرائيلية رجحت تمديد التهدئة لأسبوع إضافي لإجراء مفاوضات حول إمكانية استكمال المرحلة الثانية من الصفقة التي تتضمن إطلاق سراح الشباب والجنود. واعتبرت القناة أن جوهر الخلاف من الجانب الإسرائيلي ليس بالضرورة في عدد الأسرى الفلسطينيين الأمنيين الذين ستضطر إسرائيل إلى إطلاق سراحهم من السجون، بل نوعيتهم. كما لفتت إلى أن الصفقة ستشمل الإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين الذين أدانتهم تل أبيب بعمليات أدت إلى قتل إسرائيليين. في المقابل ذكرت مصادر فلسطينية أن حركة حماس لم ترد بالموافقة المطلقة على ورقة باريس بشأن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع إسرائيل والتي تم نقاشها في القاهرة. وقال مصدر لوكالة أنباء العالم العربي إنه رغم موافقة الحركة على التنفيذ المتدرج على 3 مراحل للصفقة، إلا أن حماس طالبت بتفاصيل تتعلق بمناطق انسحاب الجيش الإسرائيلي وطلبت انسحابه نحو الحدود. وأضاف المصدر أن الحركة وضعت معتقلي غزة بعد 7 أكتوبر على طاولة النقاش مقابل عدم مطالبتهم بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام العالية والقدامى في المرحلة الأولى من الصفقة. من رفح جنوب قطاع غزة تنضم إلينا الصحفية خولة الخالدي. مرحبا بك خولة، آخر التطورات من عندك وأي معلومات من شمال القطاع؟ فعليا التطورات مرتبطة بمزيد من الغارات الإسرائيلية والقذائف تحديدا التي أطلقت من المدفعيات بتركيز واضح على مناطق جنوب قطاع غزة. محافظة خان يونس ما زالت تتركز فيها العمليات العسكرية من قبل الجيش الإسرائيلي، محاولات توغل أخرى بعد انسحاب محدود للآليات والدبابات العسكرية. بطبيعة الحال هذا حسب العمليات العسكرية التي يجريها الجيش الإسرائيلي، هناك تقدم وتراجع أحيانا ثم يعيد التقدم في المناطق التي كان قد انسحب منها. هذه المرة انسحبت الآليات والدبابات العسكرية باتجاه منطقة أبراج طيب، أي تراجع محدود للغاية في تمركز مع تمركز للطائرات المسيرة في سماء تلك المنطقة التي تقوم بإطلاق النار بشكل مباشر تجاه كل من يقترب من هذه المنطقة وباتجاه جامعة الأقصى تحديدا غربي محافظة خان يونس. إضافة على ذلك هناك عدد كبير من الغارات الإسرائيلية التي سجلت في الساعات الأخيرة في محافظة خان يونس والتي أطلقت في محيط مستشفى ومركز الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر، إضافة على تمركز أيضا عدد من القذائف في محيط مجمع ناصر الطبي. استقبل مركز الأمل خلال الساعات أو 12 ساعة الأخيرة أكثر من 12 ضحية، إضافة على عشرات الإصابات التي تم التعامل معها، جزء منها كان من داخل أروقة مركز الأمل نتيجة لعدد من عمليات القنص التي أجراها الجيش الإسرائيلي. تم اقتحام هذا المركز خلال الساعات الأخيرة ثم انسحب منه الجيش الإسرائيلي وتمركز في محيطه. إضافة إلى ذلك هناك أيضا شح واضح في المواد الغذائية والمياه والمستلزمات الطبية، وهذا ما تحدث به الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، وأنذر بأن هناك عدد من الكوارث قد تسجل خلال الساعات الأخيرة نتيجة للحصار
الانتصار المطبق من قبل الجيش الإسرائيلي لتلك المناطق. أيضا مع تراجع محدود للآليات والدبابات العسكرية كان هناك تكشف لحجم الدمار في المناطق الغربية والمناطق التي انسحب منها الجيش، خاصة مع أعداد الجثامين التي وجدت في تلك المنطقة نتيجة للغارات الإسرائيلية. هذا كله عدا عن منطقة رفح التي تعرضت أيضا إلى عدد من الغارات في الساعات الأخيرة، استهدفت منزلا على مقربة من معبر رفح البري أدى إلى ارتقاء سيدة وطفلها، إضافة على استهداف سيارة مدنية في منطقة موراج، إضافة أيضا على البوارج الحربية الإسرائيلية التي لم تتوقف طيلة الليلة الفائتة. وكان هذا الأمر لافتا حقيقة بإطلاق مجموعة كبيرة من قذائفها تجاه المنطقة الساحلية والشاطئ البحري لمدينة رفح، والتي تملك أيضا عدد كبير جدا من خيام النازحين الذين يتواجدون في تلك المنطقة ويحاولون الحصول على المياه ومياه البحر تحديدا مع شح المياه في منطقة رفح بطبيعة الحال. منطقة المحافظات الوسطى أيضا تعرضت إلى عدد من الغارات الإسرائيلية في مخيم النصيرات ومخيم دير البلح، أدى إلى ارتقاء مجموعة من المواطنين. والحديث عن اشتباكات ما زالت دائرة في منطقة شرق محافظة ومخيم البريش تحديدا من المحافظات الوسطى. محافظة غزة وشمالها هناك تراجع واضح للآليات والدبابات العسكرية من المناطق الشمالية الغربية تحديدا منطقة الكرامة والمخابرات والتوام. هذا الأمر كشف عن عدد كبير جدا من الجثامين الموجودة في تلك المنطقة نتيجة للاشتباكات وأيضا للغارات الإسرائيلية التي شنت بكثافة خلال الأيام الأخيرة. هناك أيضا عدد من الغارات التي سجلت في مناطق شمال غزة، إضافة أيضا على تكشف حجم الجرائم التي وجدت في عدد من مراكز الإيواء والمدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، والتي كان فيها إعدامات ميدانية لأكثر من 30 شخص تم العثور عليهم مكبلي الأيدي أيضا في مناطق مختلفة من شمال غزة. طيب تحدثت خولة عن انسحاب لعدد من الآليات ولو محدود على الأقل في عدد من المخيمات والمناطق في قطاع غزة، رصدتم أي عودة للنازحين لتفقد منازلهم مناطقهم التي تعرضت لقصف شديد في الفترة الماضية؟ فعليا عمليات العودة المحدودة التي يبدأ فيها المواطن الفلسطيني بتفقد ممتلكاته ومنازله، عادة ما يقوم الجيش الإسرائيلي باستهداف هذه المناطق عبر الطيران الحربي الإسرائيلي، وبالتالي هناك أعداد أكبر من الضحايا في هذا الأمر. هذا الأمر لاحظناه تحديدا في المناطق الشرقية من المحافظات الوسطى والمناطق الشمالية من محافظات شمال قطاع غزة. منطقة بيت حانون تحديدا هناك أعداد كبيرة من المواطنين عادت إلى مناطقها ومنازلها، وبالتالي عاد الجيش الإسرائيلي الإغارة عليها مرة أخرى. هناك أعداد كبيرة من الضحايا سجلت في تلك المناطق، وبالتالي الجيش الإسرائيلي يحاول فرض سيطرة جوية من خلال هذه العمليات من الاستهدافات المتكررة، حتى وإن كان هناك عمليات انسحاب جزئي للآليات والدبابات العسكرية على الأرض. شكرا جزيلا لك من رفح جنوب قطاع غزة الصحفية خولة الخالدي. يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى منطقة الشرق الأوسط في نهاية الأسبوع لإجراء اتصالات دبلوماسية بشأن الوضع في غزة. وقال مسؤولون في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكن سيجري اتصالات مختلفة مع الأطراف في نطاق التقييمات بشأن الوضع في المنطقة بعد انتهاء حرب غزة وكيفية إدارتها في تلك المرحلة وإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة المحتملة. وأعلنت الخارجية الأمريكية أنها ستعمل وبشكل مكثف لإقامة دولة فلسطينية مستقلة توفر ضمانات أمنية لإسرائيل بعد انتهاء الحرب، وذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر الذي أوضح أن إدارة بايدن تعمل في الوقت الحالي لوضع الخيارات والخطط اللازمة للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأفادت تقارير أن الوزير بلينكن أمر بدراسة الخيارات السياسية المتعلقة باعتراف واشنطن بفلسطين كدولة وعلى المستوى الدولي، وأن دولة فلسطينية منزوعة السلاح كانت من بين الخيارات التي أراد بلينكن دراستها. أكد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة تبحث عن هدنة موسعة في قطاع غزة أطول من تلك السابقة في شهر نوفمبر من العام الماضي. بشكل واسع نحن نبحث عن هدنة موسعة في غزة أو لفترة أطول من تلك التي شهدناها في نوفمبر الماضي، هدنة لأكثر من أسبوع، هذا ما نريده، ليس فقط لأن هذا الأمر يسهل عملية إطلاق سراح عدد أكبر من الرهائن ووقف القتال، لكنه سيسمح لنا أيضا بإدخال المساعدات للقطاع. وجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالانت رسالة انتقاد حادة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب عدم حسم مسألة اليوم التالي من الحرب في غزة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن جالانت وضع نتنياهو أمام خيارين، إما الاستجابة لمطالب التي يدعو للسيطرة العسكرية على غزة أو العمل على تشجيع السيطرة المدنية من قبل طرف آخر. وكانت صحف إسرائيلية قد كشفت عن تسريبات خطة نتنياهو السرية لما بعد الحرب في غزة، تتضمن 4 مراحل تبدأ بتوزيع المساعدات في القطاع وتنتهي بالاعتراف بدولة فلسطينية منزوعة السلاح. وبعد نحو 4 أشهر تقريبا على بداية الحرب في غزة، لا تزال التساؤلات تدور حول مستقبل القطاع واليوم الذي يلي وقف الحرب. صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية كشفت عن خطة سرية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول إدارة قطاع غزة بدون حماس والاعتراف بدولة فلسطينية خلال 4 سنوات. تفاصيل الخطة التي وصفتها الصحيفة بمناورة نتنياهو الاستراتيجية والتي شاركها مع مسؤولين أمريكيين تبدأ بتشكيل حكومة عسكرية إسرائيلية في غزة تشرف على دخول المساعدات لفترة انتقالية، وتعطي الخطة السرية لإسرائيل الحق بشن عملية عسكرية في غزة في أي وقت. كما تتضمن تفاصيل خطة نتنياهو السرية إنشاء سلطة جديدة في غزة من دون حماس أو السلطة الفلسطينية الحالية. وحول الاعتراف بدولة فلسطينية مستقبلية، تشترط خطة نتنياهو السرية لتحقيق ذلك تشكيل تحالف عربي يعمل على دعم تشكيل تلك السلطة الفلسطينية الجديدة وضمن جدول زمني محدد، وفق صحيفة جيروزاليم بوست. من جنين ينضم إلينا دكتور أيمن يوسف، أستاذ الدراسات الدولية في الجامعة الأمريكية في جنين. مرحبا بك وشكرا لوجودك معنا دكتور أيمن. هل كشفت خطة نتنياهو أي جديد لما بدأت الخلافات تعصف بحكومة نتنياهو بعد هذه التسريبات، وهل هي واقعية أصلا؟ نعم، صباح الخير لكم وللسادة المشاهدين والمشاهدات. أنا برأيي يعني نتنياهو يحاول أن يضع خطة بديلة من أجل يعني التهرب من الاستحقاقات الداخلية والاستحقاقات الدولية. يبدو أن الضغوط التي تمارس على نتنياهو من داخل مجلس الحرب ومن كثير من أركان يعني منظومة الحكم في دولة الاحتلال أصبحت كبيرة جدا، وبالتالي أحد استراتيجيات الهروب إلى الأمام أن يضع خطة بديلة من خلال تجسيد فكرة أن إسرائيل قادرة على حكم قطاع غزة يعني بالشكل المباشر وبطريقة عسكرية وللإشراف على قضية المساعدات والتخلص من آثار حكم حماس. وأنا برأيي هذا يعني غير منطقي وغير واقعي، ويعني والدليل على ذلك انه ما فيش هناك حتى يعني موافقه داخليه اسرائيليه، يعني لا بيني جانس ولا ايزنكوت مؤيدين هذه الخطه ولا جلان ولا حتى اركان المنظومه المطبخ السياسي بما فيهم طبعا سموتريش وبني كبير الذين يؤيدون الى عوده الاستيطان. وبالتالي حاول نتنياهو ان يضع ربما مقاربه وسطيه ما بين سموتريش وبني كبير وايزنكوت وجانس وجلان، لكن أعتقد أنه المقاربات الدولية في هذه الحالة أنا برأيي راح تكون هي الأقوى، والمقاربة الأمريكية التي أصبحت تقريبا مدعومة يعني عربيا بشكل أو بآخر وحتى فلسطينيا يعني هي الأقرب إلى التنفيذ على أرض الواقع، رغم أن قطاع غزة ربما بحاجة إلى فترة انتقالية. أنا برأيي صعب أن يكون هناك حكم مباشر يعني فلسطيني في قطاع غزة مباشرة بعد الحرب إلا بمساعدة دولية وعربية وإعادة يعني تأهيل القطاع، هذه قضية كبرى في السياق الفلسطيني. في هذه التسريبات هناك نقطة في من هذه الخطة، وهي إنشاء سلطة جديدة في غزة دون حماس أو السلطة الفلسطينية. كيف نفهم هذه النقطة وهل هي واقعية أصلا؟ من اليوم يقبل أن يذهب للسيطرة على قطاع غزة على ظهر دبابة هو لا من حماس ولا من السلطة؟ طبعا هذه نقطة مهمة، وهذه كل مسؤولي السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله وفي حركة فتح يعني شددوا عليها بشكل كبير، انه لا تجاوز للشرعية الفلسطينية، لا تجاوز لشرعية منظمة التحرير، ولن نذهب الى قطاع غزة على ظهر دبابة أمريكية او دبابة إسرائيلية. يمكن للفلسطينيين ان يتعاطوا مع حكومة انتقالية، حكومة تكنوقراط او حكومة مهنية تستمد شرعيتها من النظام السياسي الفلسطيني ومن شرعية الرئيس وشرعية منظمة التحرير الفلسطينية،
ما تبقى أنا برأيي الأطروحات رح يكون يعني شيء من يعني إدارة الحكم أو إدارة الأزمة في قطاع غزة، ولعل التسريبات الإسرائيلية أيضا توحي تسريبات نتنياهو كأن يعني ترتيبات الضفة الغربية تختلف تماما عن ترتيبات غزة، وكأن الدولة الفلسطينية غير ممكنة في هذه المرحلة. لكن يعني الخطة الأمريكية وحتى الخطة البريطانية وكل يعني الخطط الموجودة حاليا على أرض الواقع يعني توحي بأن الدولة الفلسطينية لابد أن تقوم على يعني على أراضي الضفية، على أراضي الضفة الغربية وغزة، لكن بحاجة إلى تقوية الجانب الفلسطيني، بحاجة إلى تقوية الشرعية الفلسطينية ووضع بدائل عملية يكون الفلسطينيون هم من يحكم أنفسهم في نهاية هذا المطاف. أنا برأيي نتنياهو في هذه المرحلة يقوم بإدارة أزمة، وبالتالي حتى زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة على كل ما تقدم من يعني بحث المسار السياسي، لكن الهدف الرئيسي وضع ضغوط أكبر على حكومة نتنياهو وعلى يعني التيار المؤيد له من أجل قبل يعني قبول هذا المسار السياسي وهذا الصفقة، مما سيزيد من تأزيم الموقف الداخلي في إسرائيل. وبالعودة إلى جولة بلينكن المرتقبة خيارات الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، هل سيحظى هذا الطرف أو هذا الطرح الأمريكي اليوم بالقبول من منظمة التحرير؟ وأصلاً هل نوقشت هذه الخطة قبل هذه الزيارة مع الجانب الفلسطيني اليوم؟ أستاذ الكريم، أنا الجانب الفلسطيني ما زال متوجس، نعم ما زال متوجس، ما زال حذر، لأنه بتعرف الأطروحات الأمريكية عادة تبقى نظرية، وجزء من الدبلوماسية العامة وجزء من التسويق السياسي وجزء من إدارة المعركة في قطاع غزة. لم تطرح الولايات المتحدة الأمريكية خطة كاملة ومتكاملة، يعني خطوط عريضة وآليات التنفيذ وكل التفاصيل الأخرى، يبقى جزء من التصريح الإعلامي في هذه المرحلة، وبالتالي أعتقد لم يكن هناك نقاش جدي يعني ما بين الفلسطينيين يعني الرئيس والسلطة الوطنية الفلسطينية من جهة والجانب الأمريكي. الجانب الفلسطيني مدرك تماما أن إدارة بايدن تقوم على إدارة الصراع وليس حله من جذوره، وطبعا كلنا ندرك تماما أن الإدارة الأمريكية أيضا يعني دخلت مرحلة اللافعل في السياسة الخارجية على حكم أن هناك يعني انتخابات في نهاية هذا العام، لذلك في هناك تشكيك فلسطيني يعني على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي وحتى على المستوى الأكاديمي، وبالتالي بحاجة إلى يعني تفاصيل أكثر وبحاجة إلى لغة أكثر وضوحا وبحاجة إلى وقف العدوان على قطاع غزة في بداية الأمر. طيب بالعودة إلى السلطة هي، وأنت وصفتها بالمتوجسة الآن، السلطة اليوم دكتور أيمن قدمت أي مقترح فيما يتعلق لليوم ما بعد الحرب، أم هي فقط تنتظر الاقتراحات الخارجية؟ يعني التصريحات الرسمية الفلسطينية من أكثر من مسؤول سواء داخل فتح أو السلطة يعني توحي أن السلطة ربما جاهزة أن تكون جزء من يعني إدارة قطاع غزة، شرط أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي كامل واعتراف بالدولة الفلسطينية، وأن يفضي هذا المسار إلى مناقشة كل الملف، ليس فقط التركيز على قطاع غزة وإنما أيضا على الضفة الغربية بما فيه قضية يعني المستوطنات. وصدرت أيضا تصريحات فيما يتعلق بالمصالحة، يعني في هناك تصريحات صدرت، لأنه يعني فتح والسلطة تدرك تماما أن عملية إدارة قطاع غزة لن تكون بدون فصائل العمل الوطني والإسلامي المختلفة بما في حركة حماس، لذلك السلطة أنا برأيي اقتربت كثيرا من المقاربة المصرية التي طرحت وربطت ما بين الانسحاب وبين الصفقة وإعادة ترتيب أوضاع البيت الفلسطيني ولم الشمل الفلسطيني ضمن مشروع مصالحة أشمل وأكمل. من جنين الدكتور أيمن يوسف، أستاذ الدراسات الدولية في الجامعة الأمريكية في جنين، شكرا جزيلا لك. النشرة مستمرة وتتابعون فيها. الجيش السوداني والدعم السريع يتفاوضون سراً رغم حديث الحرب. كغيرها ليلة لعرض المقدمات وطرح التساؤلات بحثاً عن النتائج والإجابات لفتح ملفات لم تغلق وبحث قضايا
لم تحسم، لاستقراء ما هو كائن واستشراف ما هو قادم واستكشاف ما هو واقع في مسرح الأحداث. ليلة للحوار حول القائم والمستجد بمشاركة الأطراف وتنوع الأطياف وبحضور الوسائل الأحدث في المتابعة والعرض والتحليل. الأخبار الليلة يومياً الخامسة بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. الوجع لا يعرف هوية، الموت ليس له بوصلة، والحروب لا تترك خلفها إلا القصص، وأناسا بلا عناوين. أهلا بكم من جديد. قالت مصادر مطلعة لرويترز إن قادة من كبار الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اجتمعوا 3 مرات خلال يناير في البحرين في أول تواصل على هذه الدرجة بين الجانبين المتحاربين في الصراع المستعر منذ 9 أشهر. وقالت 4 مصادر للوكالة، من بينهم 2 حضرا المحادثات، إنه على عكس المحادثات السابقة المتعلقة بالحرب في السودان، حضر ممثلون مؤثرون من القوتين. وأضافت المصادر أن لواء شمس الدين كباشي نائب القائد العام للقوات المسلحة مثل الجيش في اجتماعات العاصمة البحرينية المنامة، بينما مثل قوات الدعم السريع اللواء عبد الرحيم دقلو شقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو. قال أحد المشاركين الجانبين اتفقا مبدئيا على إعلان مبادئ يشمل الحفاظ على وحدة السودان وجيشه. وأضاف المصدر أنه من المزمع إجراء مزيد من المحادثات لمناقشة وقف النار، لكن اجتماعا للمتابعة تأجل الأسبوع الماضي. كان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قد جدد تأكيده على أنه لا يمكن الحديث عن أي عملية سياسية في البلاد إلا بعد الانتهاء مما وصفه بالتمرد الذي يواجه الدولة، مشيرا إلى أن حل المشاكل يأتي من الداخل وليس من الخارج. وقال البرهان إن رسالته للسياسيين الذين يحرضون من وصفهم بالمتمردين ضد الجيش أن القوات المسلحة والمواطنين لن ينكسروا ولن يهزموا، مؤكدا تضامن وتكاتف الجميع في سبيل تحري التمرد واستئصاله. وأضاف أن قائد الدعم السريع ومعاونيه الذين وصفهم بالمتمردين سيحاسبون على كل الانتهاكات التي قاموا بها ضد المواطنين، وأن الشعب هو من سيحاكمهم ويحاسبهم. وإلى جوبا عاصمة جنوب السودان وصل وفد من تحالف تقدم يضم عددا من القيادات السياسية والمدنية السودانية، وذلك استجابة لدعوة رسمية من رئيس جنوب السودان لبحث سبل وقف الحرب. وفي تصريحات خاصة للحدث كشف القيادي بالمكتب التنفيذي لتحالف تقدم خالد شوش أن رئيس التحالف عبد الله حمدوك تخلف عن الزيارة لأسباب صحية، مشيرا إلى أن قيادات تقدم التي وصلت إلى جوبا ستبدأ اجتماعاتها مع الوساطة الجنوبية الخميس. جينا في زيارة لدولة جنوب السودان بدعوة من السيد رئيس دولة الجنوب الفريق سلفاكير لإطار التباحث والتشاور في طرق إيقاف الحرب وفي إطار عملية السلام في السودان الدائرة والحرب الدائرة في السودان من فترة 9 إلى 10 شهور. وصل جزء من الوفد تقدم اليوم بقيادة فريق برمناصر والواسق البرير وعمر الدقير وبكر فيصل وسليمان صندل وشخص الضعيف. وبكرة حيكون في اجتماع الساعة 10 مع الوساطة. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على 3 كيانات في السودان. وأظهر موقع الوزارة أن العقوبات فرضت وبموجب أمر تنفيذي أمريكي يسمح بفرض عقوبات على الأفراد الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون التحول الديمقراطي في البلاد.
دائما تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معه، وزوروا موقعنا الإلكتروني الحدث.net. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.